السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعد الله مساءكم أينما كنتم مشاهدين من تلفزيون يا جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، أستهلها بأبرز العناوين. وفد وزاري على رأسه رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل يقوم بزيارة إلى منطقة دخل. ودوليا القوات الروسية والسورية يقومون بنظام الدفاع الطائرات الجوية. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم من جديد. قام معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد اليوم بزيارة إلى منطقة دخل، وذلك للتفقد والتقييم حول المشاريع الموجودة في هذه المنطقة. المزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الزميل خضر علمي حول آخر التطورات في هذا الموضوع، حيث قام معالي رئيس الوزراء إضافة إلى وفد وزاري من إلى منطقة دخل، وذلك للتقييم حول هذه المنطقة نعم واللامركزية الموجودة، حيث أن اللامركزية يندرج تحتها بعض المشاريع أو الإدارة التي الحكومة تقوم بها. نعم، كما ذكرت في إطار زيارته إلى المناطق الداخلية، قام معالي رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد صباح اليوم بزيارة إلى منطقة دخل، وذلك على رأس وفد حكومي رفيع ضم كل من وزير الداخلية السيد حسن عمر محمود، وزير الميزانية السيد بودي أحمد أبله، والوزير المنتدب لدى وزير وزارة الداخلية المكلف بالله المركزية السيد محمد حمد عراميس، وأمين عام لرئاسة الوزراء السيد نجيب عبد الله كامل. وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له ولإقليم الدخل ورئيس المجلس الإقليمي، وبالإضافة إلى نواب وأعيان من الإقليم وحشد غفير من الجماهير. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة جهود الحكومة المرتبطة بتعزيز عملية اللامركزية في الأقاليم الداخلية الخمسة، والتي تم إطلاقها تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر الجيلي الرامية لتقريب الدوائر والخدمات الحكومية للجماهير في الأقاليم الداخلية. وفي هذا الصدد عقد رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد والوفد المرافق له لقاء مهما تم خلاله مناقشة صلاحيات السلطات المحلية مع أعيان ومندوبين من الإقليم أي من إقليم دخل. كما كان في استقبال دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد جمع غفير من المجتمع المدني والسلطات المحلية، وكان برفقة دولة رئيس الوزراء في هذه الزيارة معالي وزير المنتدب بالله المركزية سيد حمد محمد عراميس، إضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من بينهم الأمين العام لرئاسة الوزراء سيد نجيب عبد الكامل، وزير الميزانية السيد بودي أحمد روبلة، وكوادر من الحكومة. هذا وعقد عقب ذلك دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد لقاء مع سلطات هذه المنطقة منطقة دخل. كما حظي دولة رئيس الوزراء باستقبال حار من قبل جمهور غفير من قاط في إقليم الدخلة، كما تم ترحيبه برقصات شعبية وفولكلورية وأغاني متنوعة من قبل الفرق المنحدرة من إقليم الدخلة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء لمختلف المناطق الداخلية التي بدأها يوم أمس إلى إقليم علي صبيحة. نعم. على هامش هذه الزيارة التقى دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بسلطات المنطقة وأعيان وعقلاء منطقة الدخل، وعلى رأسهم والي إقليم الدخل وأيضا رئيس المجلس الإقليمي. كما قدم هؤلاء الأعيان والعقال شكاويهم وطلباتهم إلى دولة رئيس الوزراء بغية تلبيتها واستجابتها ولإيجاد حلول ناجعة لها. إليك الكلمة زميلة حوا محمد. شكرا لك خطر. ونواصل في النشرة، حيث غادر وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف اليوم
إلى ظهر أمس إلى عاصمة نيويورك الولايات المتحدة، وذلك لمشاركة في أعمال الدورة الاعتيادية 73 وللجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ورافق الوزير في هذه الزيارة مدير العلاقات المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية السيد جيلي إدريس عمر، وترأس هذه الدورة 73 لجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستنعقد في فترة ما بين 25 من سبتمبر الجاري الأول من أكتوبر المقبل. السيد ماري أندري وزير الخارجية في دولة إكوادور، وذلك تحت عنوان نجعل من الأمم المتحدة منظمة للجميع. وعلى هامش هذه الزيارة سيلتقي وزير الخارجية السيد محمود علي يوسف بنظيره الإرتيري السيد عثمان صالح محمود، وذلك لخلق حوار بناء حول تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين. كما سيلتقي أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو. ترأس وزير التعليم الوطني والتربية الوطني والتكوين المهني السيدة مصطفى محمد محمود، ووزير المسؤول وأيضا وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسى دوالي صباح اليوم اجتماعا مع وفد من الشراكة العالمية للتعليم الذي يعتمد عليه البنك الدولي. وشارك في هذا الاجتماع الأمين العام للوزارة التربية والتكوين المهني سيد محمد عبد الله محبوب، وكثير من كبار المدراء التنفيذيين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمناقشة المشروع الجديد لتحويل المدرسة الجيبوتية من قبل البنك الداعم الدولي من خلال الشراكة العالمية للتعليم. وعقد هذا الاجتماع في قصر الشعب بحضور الممثلي المقيم البنك الدولي السيد أتوسيك، وممثلة يونسف في جيبوتي السيدة دوجانابو، ومسؤولين من مجموعة الشركاء المحليين في البنك الدولي. وأكد وزير التربية سيد مصطفى محمد محمود منذ فترة طويلة إلى النظر حول آلية التنسيق الفني بين إدارته والميزانية مع البنك الدولي. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي جيدي في مكتبه السفير الصيني الجديد. هذا وتطرقا الجانبان حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في مجال تطوير الطاقة وفي البلاد. وشارك في هذا اللقاء الأمين العام لوزارة الطاقة السيد محمد كيلي وعيس، ومدير الطاقة السيد جوليد محمد الجامع. وهذا وتطرقا حول أهمية هذا المشروع. وأيضا كان معالي وزير الطاقة والسيد يونس جيدي في مجال الطاقة السيد ميرا محمد، ونائب مدير عام لشركة الكهرباء الجيبوتي السيد أبو بكر بزيارة إلى نيروبي لمشاركة في ورشة عمل حول عن آفاق الطاقة في البلدان الشرق إفريقيا. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى العاصمة الكينية نيروبي مع نظيره الكيني وفد المرافق له من وزارة الطاقة والبترول. وتأتي هذه الزيارة عقب دعوة من البنك الإفريقي للتنمية لمختلف الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع الطاقة مع دول الشرق إفريقيا المعنية لتعزيز استراتيجيتها حول الطاقة ودعم العلاقات بين البلدين في المنطقة الشرق إفريقيا. وفي اختتام ورشة العمل هذه أشاد وزير بجهود البنك الإفريقي للتنمية التي قامت بها مؤخرا في منطقة شرق إفريقيا. اختتمت وزارة المنتدى المكلفة بالتجارة بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة في صالة المؤتمرات بقصر الشعب ورشة عمل استمرت يومين، وذلك حول دراسة مشروع تمكيني 50 مليون امرأة إفريقية ودمجهم في عملية التنمية المستدامة وبمشاركة تنفيذ هذا المشروع في فريق من الكوميسا. وجرت هذه المناسبة بحضور وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد ومدير التجارة الخارجية في الوزارة المنتدب المكلف بالتجارة السيدة هبة أحمد والمستشار الفني للوزارة
المرأة والسيدة سعيدة عبد القادر ومدير قسم التنمية المجموعات كوميسا سيدة مكي محمد، بالإضافة إلى ممثلي العدد من الوزارات والقطاع الخاص ومدعوين آخرين. هذا وسيتم هذا المشروع في تمكين الاقتصاد المرأة عن طريق توفير منصة وشبكة رقمية تمكن النساء صاحبات المشاريع من الوصول إلى المعلومات والخدمات المالية للدعم والتمويل، كما سيسهم في وجود ديناميكية جديدة لدى المرأة لتعزيز مجال التدريب وتقاسم المعلومات والمعرفة داخل المجتمعات، كما سيمكنها من الوصول إلى التمويل التجاري وفرص عمل بين المناطق الحضرية والمستخدمين الحدود العابرة في الحدود الوطنية. هذا وجمعت الورشة عمل مسؤولي كبار من وزارة التجارة، وزارة الشؤون المرأة والأسرة، وزارة الميزانية، ورائدات الأعمال وسيدات أعمال أخرى. في مداخلة لها عبرت مديرة قسم التنمية المجموعة كوميسا عن سرورها العميق في تنظيم هذه الورشة الناجحة، ونوهت في ذات الوقت إلى كفاءة الكوادر المنشطة للورشة الذين كانوا سببا في إنجاحها. وفي كلمة لها بهذه المناسبة عبرت وزيرة المرأة والأسرة عن سرورها في تنظيم هذه الورشة الهادفة إلى تنمية قدرات المرأة وتأهيلها، وعبرت عن الدورة التدريبية في كافة المجالات، وأضافت أن هذا المشروع من المشاريع المميزة التي يجب إنجاحها والتي ينعكس إيجابيا على وضع الاقتصاد الاجتماعي للمرأة الأفريقية. وشكرت أيضا السيدة مؤمنة حمد البنك الأفريقي الذي يمول هذا المشروع، وخصت بالشكر أيضا مجموعة كوميسا التي تنفذ هذا المشروع، كما أثنت على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي على سياسته التنموية والتي تعطي للمرأة الأفريقية دورها الحيوي والمحوري للمشاركة في أعمال هذه الأعمال. كما استعرضت الوزيرة دور الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتي في تمكين المرأة الجيبوتية من النهوض بعملية التنمية المستدامة عبر عقود مع العمل الدؤوب دون كلل وملل، وخصوصا بعد وصول رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وداعما للمرأة إلى سدة الحكمة. وفي مداخلة لها أشارت وزيرة المرأة والأسرة سيدة مؤمنة حمد حسن إلى أنه سيتم الوصول إلى منصة التواصل الرقمي من خلال الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة المحمول آيباد، وستستخدم المنظمات المشاريع الجيبوتية والمنظمات والارتباط بخدمات الأعمال المختلفة، وأن هذا المشروع سيسمح للنساء بمشاركة مشاريع أخرى دولية وأخرى خدمات مالية، وستتم اتخاذ قفزات هائلة سوف يكون أفضل بكثير من مساعدتهن في مجال التمكين الاقتصادي والمالي. نظمت اليوم الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أمانة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية اجتماعا توعويا مع شبكة جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وترأس هذه المناسبة كل من أمين الدولة المكلف بالشؤون الاجتماعية سيدة منى عثمان آدم، ومدير عام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد دعالة محمود، ورئيس شبكة المعاقين السيد إدريس. وكان الهدف من هذا الاجتماع توعية مختلف الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العمل معا وتحت الإشراف الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال هذا اللقاء ناقش المجتمعون السبل الكفيلة لتطوير الجمعيات المختلفة المعنية لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم لهم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية الأساسية. وفي مداخلة لمدير العام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة شدد على هذه الأهمية للترقية وظروف المعيشية للمعاقين، ووضح أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا لهذه الشريحة في المجتمع. وفي مداخلة لأمينة الدولة المكلفة بشؤون الاجتماعية في هذه المناسبة أشارت إلى أهمية الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاص لصالح الأشخاص المعاقين، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأمانة تقدم للوكالة دعما لازما بغي تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع الجيبوتي. والجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة
أنشئ بمرسوم رئاسي، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة. نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة صباح اليوم في القصر الشعبي ورشة لإطلاق مشروع بعنوان تعزيز القدرات الوطنية بغية تحسين عملية اتخاذ القرارات وإدماج الواجبات البيئية. ويندرج أعمال هذه الورشة في إطار تنفيذ واجبات المعاهدات الثلاثة التي أبرمتها جمهورية جيبوتي خلال القمة الأرض التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو ببرازيل، وهي معاهدة حول التغيير المناخي وحول التنوع البيولوجي ومعاهدة مكافحة التصحر. ومن خلال هذا المشروع المذكور تسعى وزارة البيئة في تحسين سياسة البيئة في البلاد، وذلك من خلال تطبيق مبادئ وواجبات معاهدة ريو دي جانيرو التي صادقت عليها جمهورية جيبوتي. وشارك في هذه المناسبة الممثل المساعد المقيم في برنامج الأمم المتحدة وأيضا ممثلو السلطات الإقليمية وكوادر من المؤسسات العامة وأعضاء من المجتمع المدني. وفي مداخلة له أشار الأمين العام للبيئة إلى الأهمية التي تعكسها أعمال هذه الورشة والتي تشكل نقلة حاسمة في المساهمة في مجال حماية البيئة. شب حريق صباح اليوم في الحي المعروف بفيتنام الواقع بالقرب من وادي حنبلي، حيث أدى هذا الحريق إلى وفاة شابة تبلغ من العمر 25 عاما، وكما تسبب أيضا بإصابة رجل من رجال الأطفاء وتدمير 4 منازل، حيث هرع رجال الأطفاء إلى تخميد النار بالكامل. وحتى الآن لم تعرف أسباب اندلاع هذا الحريق، كما أن في هذه الأيام لوحظ انخفاض اندلاع الحريق في البلاد. أقيم في سفارة خادم الحرمين الشريفين استقبال بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية في كيمبيسكي. وقامت السفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي يوم الأحد استقبال للمدعوين في هذه المناسبة لذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية بحضور وزير الإسكان والتعمير والبيئة سيد موسى محمد أحمد، ورئيس الجمعية الوطنية سيد محمد علي حمد، ورئيس هيئة الأركان العامة فريق زكريا الشيخ إبراهيم، ومدير إدارة العامة العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية سيد محمد دعالي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية ومسؤولين مدنيين وعسكريين آخرين، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء المنظمات والهيئات المعتمدة لدى جيبوتي وشخصيات ثقافية وإعلامية ورجال من الأعمال والتجار وجمع غفير من المدعوين في هذه المناسبة. وفي بداية الحفل رحب سفير خادم الحرمين الشريفين في بلادنا السيدة عبد العزيز عبد الله داود ومعه بقية أعضاء البعثة الدبلوماسيين السعوديين بالمشاركين في الاحتفال، الذين أعربوا بدورهم عن خالص تهانيهم وأسمى آيات التبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. Thank you.
برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة، نظم الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم أمس السبت نهائيات كأس جيبوتي للسيدات، وذلك في ملعب حسن جوليد أبتدون، وتقابل في المنافسات النهائية من الفريق النسائي الفريق التابع للجيش الوطني، حيث فاز في هذه النهائيات فريق الجيش الوطني على نظيره في الحي الرابع. وجرت هذه النهائيات بحضور أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، وزير الإعلام السيد عبد يوسف سوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد، ورئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فريق زكريا شيخ إبراهيم. وفي ختام هذه المناسبة الرياضية تم تقديم الكؤوس والميداليات للفريق الفائز، حيث تسلم الفريق النسائي الفائز في هذه البطولة في هذه النهائيات فريق الجيش الوطني بمبلغ مالي يقدر بمليون فرنك جيبوتي. هذا وقام أمين الدولة للشباب والرياضة إضافة إلى وزير التعليم العالي والإعلام بتوزيع الشهادات إلى جانب فريق زكريا الشيخ إبراهيم لتقديم الهدايا والجوائز والكؤوس على الفريق الفائز. نظم يوم الرياضي في ناحية ساجالو مكون من 3 مسابقات، وهي كرة القدم وكرة حديدية وسباق العدو بمسافة 3 كيلومتر، وبمشاركة العديد من الشباب المنحدرين من 4 مناطق داخلية إلى جانب الشركة الداعمة أدل. وتأتي هذه المناسبة لتطوير وتعزيز الرياضة في خطوة ضرورية من شأنها محاربة المخدرات والعنف بين الشباب، إلى جانب دمج الشباب من مختلف المناطق البلاد. وتهدف هذه المناسبة إلى تقييم وترقية الرياضة، حيث أشار السيد محمد الشحم والذي دائما يتحدث في خبرته ومعرفته حول التقنية والفنية في مجال الرياضة، وكانت هذه النتائج التي تم الحصول عليها في كرة القدم وسباق العدو 3 كيلومتر، حيث فاز فيها محمد سعيد الذي حقق رقما قياسيا. وفي الأخير شكر رئيس شركة أدل على هذا الحدث الرياضي وأمانة الشباب الدولة للرياضة أمانة الدولة للشباب والرياضة والمشاركين وأهل ناحية ساجالو على حسن تنظيم هذا الحدث الرياضي، كما شكر أيضا شركة فراتكشي والعقيد محمد عبد الله. وأما الآن ننتقل مشاهديننا إلى الأخبار الدولية، تنضم معنا في الاستوديو حسنة عبد يحيى إلى آخر المستجدات في الساحة الدولية. إذن شكرا حواء، أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم. نبدأ بهذه الجولة الدولية بالموضوع الخاص بكونغو الديمقراطية، حيث أن هناك 18 قتيل على الأقل في هجوم نسب إلى جماعة متمردة. قتل 18 شخصا على الأقل يوم السبت في مدينة بيني شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسب إلى متمردي قوات الدفاع الحليفة المجموعة الأوغندية المسلحة التي تنشط في شمال الكيفو. وأكد الطبيب في المستشفى العام لوكالة فرانس بريس أنه رأى 16 قتيلا بينهم 12 مدنيا و4 عسكريين أو متمردين، مشيرا إلى 8 جرحى منهم 5 مدنيين. وأضاف الطبيب أن الهجوم المفاجئ وقع في شوارع مدينة بيني. وأوضح المصدر الطبي أن 4 من الضحايا قتلوا في سيارة الأجرة التي كانت تقلهم. حول وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في الكاميرون، انتخابات بدون مراقبين من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية في 8 أكتوبر في الكاميرون، لن يرسل الاتحاد الأوروبي مراقبين بعد أن تلقى دعوة من السلطات الكاميرونية.
وبرر الاتحاد الأوروبي هذا الموقف لعدم وجود بعثة المراقبة في الانتخابات الرئاسية لسببين رئيسيين. الأول هو قيود الميزانية التي تتطلب بعض مختلف البلدان على نطاق عالمي، والثاني وربما يكون الأهم هو أن الكاميرون لم ترسل دعوة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي كما هو معتاد للعمليات الانتخابية وفقا لرئيس مهمة الاتحاد الأوروبي في يوندي. وأول من يشعر بالقلق إزاء غياب الدبلوماسية الأوروبية من الواضح هم المرشحون المعارضون الذين سيشاركون في هذه الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها كاميرون في 8 شهر أكتوبر القادم. إذا إلى موضوع سوريا، في تطوير سريع وقوي بعد أيام من إسقاط طائرتها العسكرية في سوريا، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي اليوم الاثنين أن موسكو سترسل إلى سوريا نظام S-300 المضاد للصواريخ خلال أسبوعين. وأشار الوزير الروسي لأنه سيجري تزويد الوحدات السورية المضادة للطائرات بأنظمة تعقب وتوجيه روسيا وفق ما نقلت رويترز. إليك الكلمة حاوة. شكرا لك يا حسنة. حول هذه الأخبار الدولية المتفرقة مشاهدين، إلى هنا ونصل ونترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.